الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تأملت المشهد الحالي وجدت نفسي أردد أروح لمين؟ إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، حلقة رقم 708 يبدأها المهندس عادل القيعي بالأغنية تروح لمين ليه؟ بص يا أستاذ إبراهيم، نحن مطالبون بقيادة الرأي العام نحو الأصوب، نحو السلوك الرياضي، نحو التسامح، نحو يعني أن ننهج نهجا يبعد عن الإثارة والتحفيل والتقليل من الآخر والاحتفاء بنتائجنا دون التقليل من نتائج الآخرين، يعني أن نشيع الروح الرياضية. كلام جميل جدا، نلتزم بهذا، ولكن ما تراه على المشهد الرياضي الآن عكس هذا تماما، وكلما يفوز المنافس تزداد حملة التحفيل والتلقيح والتقليل، وبعدين تقوم تقول ليه هشتكي، تشتكي تلاقي نفسك بتتعامل مع نفس الشخص، نفس الكيان، نفس العقلية، تصعد تلاقي اللي فوقيه نفس المنهج، نفس هدي لك مثل بسيط جدا. يعني الناس شافت كورة الحاسمة اللي هي في آخر ثانية والدرع بيشوت والمصري بيتشد بالفانيلا كابتن أحمد الأحمر، فإيده ما توصلش للكورة وتعدي من دماغه، شايفه هو بيقع على ظهره، لو كان طبيعي كان هيعمل بلوك يجوز كان وصل له بصرف النظر. طيب في صورة الناس ابتدت تتكلم، يبقى نجيب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي يعلق، هو التحكيم كان كويس ولا وحش وهيجرى له حاجة ولا لا، شايف 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 فاول واضح واضح في واضح. صورة ثابتة كمان مبينها قوي، لا دي بقى من الزاويه دي فاول واضح، هي الكوره دي اللي نقلت البطوله. الماتش كان ماشي رغم ان الاهلي كان بديه بتفوق، اهو شوف شوف الشد والجذب. طب ما خلصت، لما انت تقدر تعمل فيا كده وانا شوط مرتاح تيجي الكوره جون، خلاص خلصت. يبقى اللي علق عليها مين؟ انا احب وأقدر الكابتن مدحت البلتاجي، لكن كنت أتمنى أن يتصدى هو في التبرير والإشادة بالتحكيم. طيب عايز تروح تقول للإعلام وتشرح لهم، تروح لمين في الإعلام؟ تروح لمين في الإعلام وهو بنسبة 90% يا أستاذ إبراهيم بيحفل عليك؟ نفس الإعلاميين هم تنقلهم من الاستوديو ده للاستوديو ده للاستوديو ده، هم بانتماءاتهم. طب هل ده اللي يشيع الروح الرياضيه ويشيع التوازن يا اخي بين الحقوق؟ وبعدين يا استاذ ابراهيم ودي فقره عايزين نناقشها بقى في مقالي، مقال لك احشرها لي كده باي طريقه، تجد ان الاعلام بيحتفي بشكل هستيري مع انتصارات الزمالك ويتجاهل انتصارات الاهلي، يبتدي الوقار يشتغل. انتصارات الزمالك اللي هي تبدو وكانها انتصارات غير مسبوقه وفي كل الالعاب، كل الالعاب الجماعيه مش في كل الالعاب، لان الالعاب الفرديه حدث ولا حرج، ما فيش منافسه، وان سايد جيم الاهلي ايوه انما في الالعاب الجماعيه الزمالك كسب في الباسكت بطوله افريقيا وبطوله الدوري. هنيجي لكل التفاصيل، اسيب التفاصيل ما انت اللي تناكشني، هرجع لك في كل التفاصيل. لكن هذه ابرز عناوين الحلقه، مقالي ومقاله تتويجات قياسيه صامته، الغربال اعلام العقل الغوغائي، وبعضمة لسانه بأمرت ايه؟
والشموع الحمراء إدريس راغب بك. إصرار الملك عن نسر قرطاج. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة في توقيت جاي الأهلي بيتطلع فيه لاحتفالية كبيرة جدا بكرة إن شاء الله في 8 مساء في ملعب مختار التتش في النادي. الأهلي يشعل احتفالية كبيرة ويضيء كل أنوار النادي احتفالا واحتفاء بإنجاز لا يقوى عليه إلا الأهلي. عشان نبقى صراحة، سيبكم من كل اللي بيتقال ومن كل الضغوطات ومن كل المكايدات والمناكفات وكل اللي انتوا بتعملوه، محدش عمل اللي الاهلي عمله. انك تجيب بطولة دوري ابطال القارة مرتين في 8 شهور، ده انجاز قياسي كبير جدا محدش عمله، ودليل الجدارة، ويصعب على اي حد يعمله، ودليل الجدارة، وده دليل الجدارة الكاملة. اجيب التاسعة واجيب العشرة في 8 شهور وفي جدول مضغوط وفي مسابقة محلية شفتوا تفصيلاتها وشفتوا السفريات، ويتخلل البطولتين، أشارك في كأس العالم للأندية فأكون ثالث العالم. ده النادي الأهلي، ودي حجم بطولاته، وده مكانته. فعشان كده الأهلي بكرة في ملعب مختار التتش في النادي بيقيم احتفالية. الحقيقة اتأخرت كتير، ولو تفتكروا حضراتكم كابتن محمود الخطيب في ملعب الجونة قال للعيبة كده في ختام الدوري: احنا قصرنا معاكم، احنا ما عرفناش نحتفل بيكم، ضيق الوقت وضغط المباريات خلتنا فعلا ما نقدرش نحتفل، اما وانه في فرصه لالتقاط الانفاس فعلى الاقل فرصه للاحتفاء بالكاس بكره ان شاء الله. كمان الاهلي وهو بيكرم الحاضر بتاعه، وهو ده النادي الاهلي بقى، وهو بيكرم الحاضر بتاعه ويحتفي ببطوله كبيره جدا وبانجاز كبير لجيل اللاعبين، بيكرم قيم كبيرة جدا أعطت للنادي بإخلاص عبر سنوات طويلة، وكأنه يؤكد على رسالة مهمة لكل أجياله. مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يكرم أبطال العشرة يحتفي ويحتفل ويكرم اتنين من رموز الأهلي الكبار، المهندس عادل القيعي والكابتن محرم الراغب. الاتنين ما سابوش مقعد في النادي الأهلي إلا وخدموا النادي من خلاله. بصوا، من عضو مجلس إدارة لمشرفين على الألعاب لإدارة العمل التنفيذي في النادي كمديرين إلى لجان النادي المختلفة عبر سنوات طويلة، كان الكابتن محرم الراغب والمهندس عادل القيعي اتنين من الرموز الأهلوية الكبار جدا اللي شاف مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب إنه يستحق هذا التكريم في هذه الاحتفالية الكبيرة اللي هيبقى فيها تفاصيل كتيرة. لكن زي ما بقول لكم، هو ده النادي الأهلي. ناس كتيرة من الجماهير طول النهار وامبارح عمالين يبعتوا نقدر نحضر، يعني كان يتمنى النادي الأهلي إن الظروف تسمح وإنه الملعب يقدر يستقبل جماهير، لكن أعتقد قناة الأهلي إن شاء الله هتكون على موعد مع بث مباشر لكل وقائع هذه الاحتفالية الكبيرة اللي بتأكد للأجيال الجديدة من النادي الأهلي إنه ما تحقق كان يستحق كل هذا الاحتفاء والتكريم يا باشمهندس. انت عايز، مش قادر اعلق يعني، يعني مش هينفع اعلق، لا غير غير انك تشعر ان مشوار حياتك لم يذهب سدى، بالتاكيد، وان في ناس باصه عليه كويس، صحيح، وانك انت ما كنتش تحلم بهذا المشوار ولا بهذه النتيجه. ده اللي اقدر اقوله دلوقتي. يعني انا قلت لكم كتير، انا للاسف وجود المهندس عدلي معايا على الترابيزه واحده بيمسك لساني على ان انا اقول كلمه حق يستحقها هذا الرمز الاهلاوي الكبير، زي ما استحقها الكابتن محرم الراغب، زي ما يستحق مجلس الاداره الحياه كل التحيه، لانه عايزين نفكركم انه مجلس الاداره الحالي استهل عمله بعد انتخابه بالاحتفاء وتكريم كل رموز النادي في مختلف الألعاب، وشفنا وقتها عدد من رموز النادي في مختلف الألعاب الرياضية من كبار خبراء ومدربي ونجوم النادي القدامى، ناس كتيرة كانت حتى ما اطمنتش عليهم وعلى صحتهم. بس هو ده مجلس الإدارة، وهو ده دور النادي الأهلي في لضم الأجيال مع بعضها علشان يأكد لكل أجيال النادي إن الأهلي ما بينساش مخلص على الإطلاق. كل من يعطي للأهلي بيستحق التحية والتقدير والتكريم. حفلة بكرة هيبقى فيها تفاصيل كتيرة جدا إن شاء الله، في خلال حلقة النهاردة هنقول لكم عن كثير من تفاصيلها،
لكن عايز اصحح بس مصطلح، لان احنا معنيين بتصحيح المصطلحات. هو مش احتفال بالنتائج، انما هي تدشين النجمه العشره. هو المناسبه تدشين النجمه العشره في على لوجو النادي الاهلي. يعني انت اضفت النجمه العشره على لوجو النادي وهو حدث تاريخي. صحيح. فهذه مش بالاحتفاليه التقليديه، انما هي تدشين، عمليه تدشين النجمه العشره. وفي النص كده ربنا كرمنا. وده اللي بيقوله او ده توضيح للي بيقوله ليه الاهلي بيحتفل دلوقتي. الاهلي بيحتفل دلوقتي، انتوا عارفين ان الحقوق التسويقيه دي حقوق مهمه جدا. لوجو النادي وشعاره دي مساله تسويقيه استثماريه عاليه جدا وحاجه ذات قيمه. والناس اللي بتسال على عدد النجمات، عرف الملابس الدوليه فيما يخص البطولات المحليه، اللاعب او القميص بيحمل نجمه عن كل 10 بطولات دوري. فال42 بطوله دوري للنادي الاهلي بتمثلهم 4 نجمات على بطولات الدوري المحلي. البطولات القاريه، بطوله دوري الابطال بنجمه. فحدث تاريخي جدا انه قميص النادي الاهلي يتحط عليه النجمه العاشره. انتم متخيلين العدد؟ عدد تقريبا مش موجود عند ناس كتيره جدا بتلعب كره قدم في مختلف القارات، انك عندك 10 بطولات قاريه فبتضيف النجمه العاشره على شعارك وعلى ملابسك. فبالتالي تدشين هذه النجمه العاشره كان حدث تاريخي مهم جدا لهذا الجيل من اللاعبين، زي ما جيل الثمانينات لما رفع اول كاس افريقيه للنادي الاهلي في العام 82 كان حدث تاريخي، لان دي كانت ضربه البدايه. النهارده النجمه العاشره حدث تاريخي يستحق معاه لاعبو النادي الاهلي وجهازهم الفني انه يحتفلوا مع جماهيرهم بهذه النجمة الغالية العشرة على فانيلة الأهلي. هو بالإضافة لأنه له قيمة معنوية تستحق الاحتفاء. أيوه. مش الاحتفال. أيوه. والاحتفال برضه. لا يا سيدي، احنا هنحتفل بإيه ولا بإيه؟ الاحتفاء مختلف. الاحتفال تستطيع أن تحتفل كل يوم بما يفعله الأهلي. ولكن الاحتفاء في الأحداث النادرة ذات المدلول الأعمق قوي من مجرد أن أنت بتحقق شيء تاريخي. لا، ده له مدلول وله قيمة تسويقية ستشعر بها في الأيام المقبلة. أنت تحلق منفردا في هذه المساحة. فده موضوع بنقول للناس احنا أضفنا النجمة العشرة في هذا التاريخ. في النص بقى ما أعظمه تكريم في كل اتجاه. أنك تاخد بقى اللي عايز تكرمهم في هذه المناسبة. بس احنا مش عايزين بقى ايه، لان الاحداث بكره يعني هيتقال فيها كلام مهم. طيب تفاصيل حفله بكره بتدشين النجمه العاشره اكيد هنجي لكم بتفاصيل فيها. لكن على فكره قيمه النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي، النهارده الاتحاد الافريقي بيعلن عن قائمه العشرة العظماء في القاره الافريقيه هذا العام. مين افضل من خلال بطولات الكاف كلها؟ مين أفضل 10 أندية في أفريقيا هذا العام إنتاجا ونتائج؟ كان النادي الأهلي على رأس قائمة أندية القارة في 2021. وهتلاحظوا أنه حتى القائمة لما تستعرضوها معظمها للأندية اللي شاركت في دور الأبطال. حتى أنه الرجاء وهو بطل الكونفدرالية اللي هيلعب الأهلي على مباراة السوبر إن شاء الله، ترتيبه تقريبا السادس أو السابع. ما عندناش الترتيب، كنا قريناه يعني. يا ريت تدهولنا يا جماعه. الثمانيه انديه دوري الابطال والاثنين بتوع الكونفدراليه، فده كان دليل على هذه القيمه الكبيره لبطوله دوري الابطال وعلى جداره النادي الاهلي بتحقيق ما انجزه. ده جاي مع تدشين النجمه العاشره على شعار الاهلي، انه الاتحاد الافريقي وهو بيعلن عن قائمه الانديه العشره يكون النادي الاهلي. تسمح لي اقراهم لك؟ اتفضل. العشره بالترتيب. ايوه. افضل 10 انديه في 2021. ايوه. الاول الاهلي المصري، الثاني كايزر تشيفز جنوب افريقيا، الثالث الترجي التونسي، الرابع الوداد المغربي، الخامس سان داونز جنوب افريقيا، السادس سيمبا التنزاني، السابع شبيبة بلوزداد الجزائري، الثامن مولودية الجزائر، التاسع الرجاء، العاشر شبيبة القبائل
الجزائري. هذه ألقاب لم تمنحها الأندية لنفسها، ولكنها ألقاب رسمية صادرة أو ترتيب رسمي صادر عن الاتحاد الإفريقي. هنلاحظ أنه أول الأول والثاني طرف المباراة النهائية لدوري الأبطال الأهلي وكايزر تشيفز، وهتمشي معاهم حتى في اللي لعبوا في السيمي فاينل الترجي والوداد، سان داونز وسيمبا التنزاني، إلى أن تصل إلى الاثنين في الكونفدرالية، الرجاء بطل الكونفدرالية وشبيبة القبائل الوصيف بتاعه. دي قيمة دوري الأبطال. عشان لما بنقول ليه الأهلي بيحتفل بتدشين النجمة العاشرة، تعرفوا أن دي مسألة مش من فراغ، مسألة أن حتى الكاف وهو يقيم أندية القارة عن هذا العام يضع بطل دوري الأبطال وهو النادي الأهلي على رأس أفضل 10 أندية في القارة في هذا العام. ولو كان تابعنا البطولة اللي فاتت هنلاقي التاسعة وضعت الأهلي على رأس التصنيف أو على رأس الأفضل في القارة، وده بيأكد مكانة النادي الأهلي اللي لو بصينا دلوقتي على التصنيف بتاع أندية أفريقيا، سواء ما يتعلق بالتصنيف التراكمي اللي هو من القرن اللي فات وأضيفت إليه نقاط هذا القرن، أو ما تم فصله عن نقاط الموسم أو القرن الجديد، لا زال الأهلي أيضا في الصدارة في كلا التصنيفين. أستاذ إبراهيم، منذ أن فكر الاتحاد الإفريقي في بداية التسعينات في أنه يعمل تصنيف للأندية الأكثر حصولا على النقاط والألقاب والوصول إلى المباراة النهائية بترتيب معين، منذ أن وضع هذا التصنيف في بداية التسعينات والأهلي في الصدارة ولم يهبط عنها إطلاقا في يوم ما ولا يوم ولا يوم، والتصنيفات مستمرة بنفس معاييرها من يوم ما أنشئت فكرة الاحتفاء بهذه التصنيفات والترتيب حتى يومنا هذا، والكل يخضع لهذه التصنيفات. ولكن عندما تريد أن تأخذ نفسك إيه أهم، إيه المحلية ولا الكونفدرالية ولا بطولة العالم للأندية ولا الدوري الممتاز، حتظل تحط نفسك أنت في مكانة مش الآخرين. الأهلي لا يضع نفسه في أي مكانة إلا بجهده وعمله، والآخرين يشاوروا عليه والمخرج يشاور علينا. بفاصل هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة المباراة الودية الأهلي تعادل فيها مع بتروجيت، ودي مباراة مستر بيتسو موسيماني أشرك عدد كبير من اللاعبين سواء الصاعدين أو العائدين من الإعارات أو بقية اللاعبين، جزء من اللاعبين الأساسيين، والهدف كان واضح جدا، تجهيزات بدنية للعيبة للوقوف على الحالة للفريق. ودي هدف المباريات الودية. التعادل نتيجة ممكن الناس تتضايق منها، لكن الهدف الأسمى منها هو تجريب كل طرق اللعب وأي جمل المدير الفني عايزها والوقوف على الحالة البدنية ومعدلات اللياقة الخاصة باللاعبين. دي كانت المباراة الودية، وإن شاء الله يوم 16 الأهلي هيلعب المباراة الودية الثانية مع المقاولين، ده استعدادا لمباراة السوبر مع طلائع الجيش على كأس السوبر للموسم اللي فات، متأخرة سنة سوبر بأسر رجعي، لكن يوم 21 الأهلي وطلائع الجيش، لكن أن تأتي متأخرا خير من هو. أنا اتفرجت على المباراة دي يا أستاذ إبراهيم، والحقيقة أشرك في الشوط الثاني تحديدا عدد كبير من الناشئين عشان اتفرج عليهم، لكن عايز أقول لك ملاحظاتي الشخصية. طبعا لفت نظري أداء عمار في الشوط الأول، كان مميز جدا. طاهر كان مميز. الشوط الثاني طبعا في كهربا حاول كتير جدا وجري، بس طبعا لسه الجاهزية. حسام حسن برضو واضح أنه هو يعني عمل كذا أسيست. دي الملاحظات السريعة. الشوط الثاني أشرك عدد كبير جدا، ويعني أول ظهور لمحمد محمود. محمد محمود يعني أظهر لمسات فنية تخليك يعني تقول يعني احنا مشتاقين جدا نشوف الراجل ده في الملعب. اعتقد انه هيبقى اضافه.
احمد عبد القادر رغم انه يعني قدر ضرب الجزاء، لانه انا رايي انه كان عايز يعني يعملها بشكل فانتاستيك، بتفكرني بامير سعيود. كل ما اللعيب ما يلعب الكره الاسهل كل ما ايه عبقريته تبان. هو لعيب مهاري على اعلى مستوى، مش محتاج يثبت اكتر من انه يعني جماعيا يستطيع انه يندمج وينصهر. ومش عايز انسى حد، لكن انا بقول ان التجربه كانت مميزه جدا جدا. عدد كبير من الناشئين ظهر بشكل مميز. اعتقد تجربه المقاولين العرب اللي جايه هتبقى اصعب، وهنشوف بقى فيها جاهزيه اكتر حتى من ناحيه البدنيه. ده كان لقاء الاهلي الودي اليوم اللي انتهى 0-0، لكن ضربه البدايه كما تعودتم دائما مع مقالي ومقاله، تتويجات قياسية صامتة. يعني اللي بيحصل من النادي الأهلي ومع النادي الأهلي ملفت جدا. ملفت ليه؟ ما يحققه الأهلي خلى في قاعدة في الإعلام الرياضي بتاعنا، أغلى بطولة هي البطولة التي يفقدها الأهلي، تابعوها وشوفوا رد الفعل وشوفوا التعاطي الإعلامي وحجم الاهتمام والتعامل الإعلامي في كل الوسائط الإعلامية. بالمناسبة زي ما المهندس عدلي قال لك، أروح لمين؟ لأنك في الآخر كل بطولة النادي الأهلي حققها تك تنتهي بعد يوم، وتفضل قناة الأهلي هي اللي تحتفل. ما عندناش مشكلة أنه كل بطولة تتحقق الإعلام يحتفل بيها لصالح كل الأندية، لكن لما يحصل أن النادي الأهلي يحقق تتويجات قياسية في كل الألعاب، في اي لعبه النادي الاهلي حققها ولا حد يجيب خبر. بنات تنس الطاوله كلهم مع بعض يسافروا لمصر بمنتخب مصر يلعبوا في بطوله افريقيا، فيفوزوا مصر ببطوله افريقيا لدرجه انه بنات الاهلي بينافسوا بعض بعد ما كانت نيجيريا وكانت دول القاره محتكره هذه اللعبه. لا، تلاقي هنا جوده ومريم الليدوبي الاثنين مع بعض في الفاينل، تلاقوا هنا جوده في السيمي فاينل بتهزم دينا مشرف بطله افريقيا. تفوق كاسح ولا حس ولا خبر. اي لعبه النادي الاهلي يتفوق فيها خلاص، لكن اي بطوله الاهلي يفقدها تتحول الى اهم بطوله واهم لعبه. دي البطوله العربيه اللي الاهلي جابها، لكن انتوا متخيلين؟ انا بقول ده ليه؟ ان هي تتويجات قياسيه صامته جدا في الوقت اللي ممكن افهم انه قنوات خاصه تنحاز، ممكن قنوات خاصة لسبب أو لآخر الاحتفال هنا يبقى أكتر وهنا يبقى أقل لاعتبارات الأهواء والميول والانتماءات. لكن لما الأمر يتعلق بالقناة الأولى، والله القناة الأولى ألاقي مذيع في القناة الأولى بيرقص ويحتفل على شاشة القناة الأولى إنه الزمالك خد درع الدوري، ويقوم يحضن شعار نادي الزمالك. هايل، برافو. بس ماذا عن الأهلي؟ ماذا عن حق الجماهير التانية في أنها تشعر بنفس الفرحة؟ ولا ده كلام مش فير؟ هقول لكم الزميل يوسف الحسيني إزاي احتفل على شاشة، ركزوا، القناة الأولى. الزمالك أصبح هو البطل المتوج للدوري المصري، مفيش تصفيق حد. مفيش يا جماعة، مفيش عندكم أي إفكت اللي هو هيعيد الفيديو بعد معالجة الصوت. اتفضل. مش محتاج معالجة والله، هنسمع ايه يعني؟ الراجل حضن الحيطة والشعار ووقف زر الجاكيتة وتصور معاها، حقه في ما لا يخص يعني. ده قناة الأولى زي ما أنت تفضلت، ولكن يبدو أنها يعني إدارة خاصة، ليها إدارة خاصة غير بقية القنوات الخاصة في ال يعني. لما استغربنا قالوا لنا لا، أصل دي ليها إدارة خاصة برعاية خاصة يعني. المشكلة يا أستاذ إبراهيم إنك أنت تسطح، احتفل بالزمالك زي ما أنت عايز.
أيوة. لو كنت احتفلت بيا بما يليق بكل الانجازات اللي انا عملتها. يعني الاهلي من كل البطولات يخسر بطوله؟ اذا الاهلي لم يحقق شيء، من البطوله دي اهم من كل بطولاتك يا اهلي. يروج لهذا في اعلام الزمالك ماشي، لكن يدعم هذا الترويج سائر الوسائل الاعلاميه، فانت وكانك تحاسب الاهلي مش على البطوله اللي بيجيبها، انت بتحاسبه لعدم احتكار البطولات. والتعليق ده انا قلته في مجلس الشعب في يوم من ما، انتوا جايبيننا تسالونا اهدار مال عام لاننا لم نحتكر البطولات؟ حاضر هنحتكرها واحتكرناها بعد كده. اتفضل. طب لو المذيع ده عمل كده مع شعار الاهلي، يا نهار ابيض، الحمله اللي كانت اتعملت عليه كانت شكلها ايه؟ وهنا الكلام اللي بنقوله، احنا لا متضايقين ولا ده هيضيف لنا شيء انك تبوس. لا برافو والله، والله العظيم منتهى الوقار ومنتهى العظمه لل للناشط يوسف الحصين. كان بيكلمنا على الكلام الكبير قوي. فهو حر، انما يا اخي مش كده، واحنا بنقول لك ما تحتفلش. طب شوف الصوت والصوره تاني. والله مش محتاجه، والله يا استاذ ابراهيم لا خلاص هتسمع صوته يا جماعه، كفايه الموضوع مترجم بعضه يا جماعه. ما فيش عندكم اي افكت اللي هو بتاع والنبي؟ انا مش قادر بالاحضان حبيبي يا زمالك، اديني حضن. جينا حبيبي. صوره بقى كده مع الزمالك، مش حد عاوز يصور سيلفي يا جماعه مع الزمالك؟ اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. الزمالك بطل الدوري، نوع من الفرحه الهستيريه. الزمالك استطاع ان يفوز على الاهلي في بطوله، مش هيفوز على الاهلي، هو مفزع على الاهلي الحقيقه، يعني حتى لما خد البطوله مفزع على الاهلي، انما يحقق البطوله على حساب الاهلي. بعد غياب في سادس سنه من غياب، يعني اخر مره 2014 2015 نفس الاجواء، ما كانتش العمليه فيها هذه الهستيريا. انما هذا يعلم شانك استاذ ابراهيم. ازاي بقى نقولها احنا بدل ما حدش راضي يقولها؟ لما يستطيع ان ينتزع منك بطوله، فهذه بطولة البطولات وأم البطولات، لأنه استطاع أن ينتزع البطولة من النادي الأهلي اللي هو فاز مرتين وفاز مش عارف إيه وأفريقيا إيه ومصنف إيه ويتصدر إيه. فلما تقول إن الأهلي فاز هو خبر عادي جدا لا يستحق لا الاحتفاء. ليس الخبر أن يفوز الأهلي ببطولة. وإيه يعني؟ وهتقولوا لي بقى ثالث العالم، يعني ايه ثالث العالم؟ جبتوها من يعني ايه العالم؟ العالم مين وبتاع مين؟ وبعدين يجي يقول لك هنلعب كاس العالم لان احنا مصر هتنظم واحنا هنشترك. يرجع العالم يبقى عالم. الله اكبر. انت مش مؤهل، هتشترك وانت غير مؤهل. شأن معظم البطولات الافريقيه اللي ما كانش هو المرشح انه يلعبها ويكسبها. وبعدين يقول لك ينطحك في الالقاب. هو حر يشعر بما يريد، لكن لا شيء اطلاقا يستطيع ان يقارب الاهلي ولا يقارنه ولا يقارعه، لان بطولاتك اهي مترجمه على ورق رسمي للاتحادات الرسميه والدوليه. انت مكانتك ان لم تجد الانصاف في الاعلام المحلي ستجده حتما في المؤسسات الدوليه والاعلام الدولي، وهو ده اللي يهمك، ان تشعر بالجداره، تشعر بالاحترام. دي بعثه ايه دي بقى؟ تنس الطاوله دي ولا ايه؟ دي كره اليد. وهي راجعه من ابطال الكؤوس. كاس الكؤوس من المغرب. من الذي احتفى بها؟ ما النادي الاهلي هو الذي احتفى به. الباسكت بول في الزمالك لما كسب، شوف الاستضافات في كل القنوات. يا سيدي مش هنقول اشمعنى؟ احنا عايزين جماهيرنا، احنا بقى الكلام ده لجماهيرنا.
اوعوا تجرجروا للفخ ده، فخ المقارنه وفخ مش عارف ايه والجيل ايه. كره اليد دي يا استاذ ابراهيم اللي احنا زعلانين منها، لعبت 4 بطولات كسبت 2 وخسرت 2. الاربع بطولات فيهم بطوله من مباراه واحده شفنا ازاي خسرها النادي الاهلي بالشده والفاول اللي في اخر ثانيه، في حين ان الدوري اللي برضه خسره النادي الاهلي كان له جون في هذه الثانيه الاخيره لم يحتسب. قال لك اصله جه بعد الصفار. يعني هناك دائما انت خسرت فرق جون، وكسبت كاس مصر فرق 4. لا ده جيل يعد اعداد جيد، سنهم صغير. احسن باك رايت الدولي بتاعهم محسن رمضان اصيب، كان يستطيع ان يشكل اضافه. ادي احنا تخيل لو جه يحيى درع ما لعبش المباراه دي هيكون مؤثر قد ايه مع الزمالك. مفيش مشكله خالص ان احنا يعني الانديه المنافسه تحظى بالبطولات، لكن اوعى تيجي ناحيه بطولاتي. وهو ده يا جماعه اللي احنا بنتكلم على عداله التعاطي الاعلامي بالظبط كده. لما نادي يحقق كل هذه البطولات وهو يملك هذه القاعده الشعبيه اللي الكل مقر بقيمتها وحجمها واتساعها وتاثيرها، مش برضو لا كلام من عندنا ولا ادعاء، لانه اسهل حاجه الحق بيثيروا الاحتقان، الحق مش عارف اللي، وكانه اللي بيحصل من هذه القنوات بهذا الشكل ده لا بيثير احتقان ولا بيضايق الجمهور ولا بيحقق عداله في التعاطي الاعلامي والمعالجات الاعلاميه. ده فير جدا وده طبيعي، لكن ان احنا نلاقي النادي الاهلي في كل هذه الالعاب عنده هذا التفوق لدرجه انه النهارده الاتحاد الافريقي وهو بيعلن عن تصنيفه قبل بدايه الموسم القاري الجديد، كل المصريين عليهم او لهم ان يفخروا، كل العرب، انك عندك نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي بينه وبين اقرب منافسيه في القاره السمراء هذه المسافات البعيده. على فكره ده اللي مخلي مصر ضمن او على راس ال 12 دوله اللي بيشارك منها الاول والثاني في دوري الابطال. ممكن اسالك سؤال؟ هو انت لو استطعت ان تفوز على بطوله يحتكرها نادي زي ريال مدريد وتاخدها منه، شكل احتفالك هيبقى عامل ازاي؟ هستيري مش كده؟ امال زعلان ليه بقى؟ الاتحاد الافريقي وهو بيعلن على قائمه التصنيف قبل بدايه الموسم القاري الجديد، النادي الاهلي في تصنيفين، في تصنيف تراكمي مضاف اليه تصنيف القرن اللي فات اللي الاهلي والحمد لله انهى القرن وهو نادي القرن في افريقيا، لكن لما اضيفت نقاط القرن الجديد شوفوا الفرق بقى عامل ازاي. الاهلي في التصنيف التراكمي بين القرنين الاهلي الاول بكام؟ ده الاتحاد الافريقي لاعلامنا المصري اليقظ. الاهلي في الصداره ب 131 نقطه. الثاني الترجي التونسي ثم مازيمبي الكونغولي ثم النجم الساحل التونسي ثم الزمالك. الاهلي 131 ثم الترجي ثم مازيمبي ثم النجم ثم الزمالك. ده التصنيف التراكمي. طب التصنيف بتاع السنه دي للقرن الجديد، الاهلي في الصداره 91 نقطه، الترجي 60، مازيمبي 60، النجم الساحلي 56، الوداد المغربي 38 في المركز الخامس، والزمالك في المركز السادس 36 نقطه. يعني الاهلي 91 الترجي 60. شوفوا التفوق الكبير للنادي الاهلي المصري عامل ازاي في القاره، زي بالظبط التصنيف التراكمي. الاهلي في المركز الاول 131 ثم الترجي بعد منه، ده في التراكمي. تعليقك ايه على هذا التصنيف الكبير؟ ما انا قلت لك من يوم ما قالوا يا تصنيف المركز الوحيد اللي ما اتغيرش، يعني كل المراكز دي حصل فيها تعديلات على ضوء النتائج الا النادي الاهلي. ايوه انا البرنجي نمبر 1 وانا نمبر ما زلت في الصداره. انا في الصداره، هذه هي الجداره.
ما هو انت مش ما انت ممكن تقول على نفسك احنا في عهد العتاريس والله يا استاذ ابراهيم في عهد العتاريس في كل حاجه. ان تتصور انك ها واهما البطل الاسطوري في مثل هذا الامر ازاي يعني؟ ازاي لما بقى انا 131 واللي بعديه 87 في التراكمي تراكمي انا 131 الترجي 87 تاني واحد بعدي بص شوف بقى الباقي بيبعدوا عنك قد ايه بعد كده يعني ال 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 النجم الساحلي 76 الزمالك 75 النجم الزمالك 73 ومازنبي 80 لا انت بتتكلم على ده على دلوقتي مش التراكمي التراكمي فوق اهو دلوقتي الاهلي 91 في الجديد الاهلي 91 الجديد انا بتكلم على التراكمي التراكمي الجديد طب قول لي الجديد الاهلي 91 الترجي 60 مازنبي 60 النجم الساحلي 56 الوداد 38 الزمالك 36 طيب يعني شوف فارق النقاط 91 ل 60 طيب النظام اللي اتحسب هذا الترتيب عباره عن ايه؟ ما هو نفس المعايير بتاعه القرن الماضي مش كده؟ ما حدش بيحتاج ولا بيتكلم انت عايز بس تشوه وتناطح وتزاحم الاهلي في بطولاته وانت حر صدق ما شئت لكن انك انت يبقى استاذ ابراهيم نادي الزمالك فاز في كره السله في الكره الطائره في كره اليد في كره القدم بطوله 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 ما عدا الباسكت خد بطولتين عشان فيهم واحده افريقيه خلاص ده موسم استثنائي مبهر يستحق الاحتفال الاسطوري الهستيري اللي موجود طيب الموسم اللي هو فيه خيبه امل بقى للنادي الاهلي ماذا حقق النادي الاهلي بطوله في الباسكت بطوله في بطولتين في الهاندبول منهم واحده افريقيه بطوله في الكره الطائره بطوله في قلنا السله الطائره اليد كره القدم خمس بطولات ما حسبناش بقى ايه لا العاب القوى ولا الميداليات اللي في الدوره الاولمبيه اللي غيرنا المنافس ما عندوش فيها حاجه ولا حسبنا تنس الطاوله سواء في الدوره الاولمبيه او في افريقيا رجال وسيدات ولا الكاراتيه ولا كل الالعاب الثانيه ما بنحسبش فيها حاجه على رايك بطولات صامته لا يذكرها احد لكن انت مش ملك الصالات انت مش ملك الرياضه انت مش اهم من نادي رياضي مش في مصر في افريقيا لا انت مش كده انت يا دوبك يا دوبك عندك لو تعد عدد البطولات هتتجاوز 250 بطولة في الموسم بما فيها الفردي والجماعي و و و وبطولاتك الجماعية قدام البطولات الجماعية بتاعت المنافس في الموسم الخايب بتاعك هي غلبك بس في ماتش فاصل بعد ما كنت ينبغي ان تفوز في بطولة الدوري عمل لك ماتش فاصل وقال لك الجون بتاعك جبته بعد الصفارة اللي محدش سمعها انت خسرت وعمل لك ماتش فاصل وخسرت بجول طيب في المباراه بتاعه السوبر انت خسرت بالفاول وانت متقدم معظم فترات المباراه بالفاول اللي اتعمل ضدك ولم يحتسبه الحكم وتشد اللعيب المدافع بتاعك عشان الكره تمر الى المرمى هذه بطوله خلاص مش هنتكلم فيها لان هي لا جدوى من الكلام لكن لاولادنا بقى بتوع النادي الاهلي اللي زعلهم او الكلام ده يعني ساعتها من حقك تزعل ويبقى فيه مراره وفيه غضب لكن لا خلينا منصفين لا كره اليد ما هياش لا كره اليد فيها في هذه النديه واضعا في الاعتبار كل ما فعله خصوصا الاتحاد السابق بقيادة الكابتن هشام نصر انت عندك تفاصيل على اللي حصل خاصة في انتقالات اللاعبين لا هنطلع لفاصل ده حاجة ما تتكررش وما تحصلش هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف هي ايه اللي ما تتكررش
بعضمة لسانه بأمارة إيه؟ بأمارة إيه؟ ليه يا باشمهندس؟ بأمارة إيه عشان إيه؟ عشان كل اللي سبق، بس هدعمه لك ببعض النتائج. كرة السلة اللي ناس زعلانة منهم وأنا منهم. عارف زعلان منهم ليه؟ النهارده كسبوا الاتصالات 69 59 في بطولة الجولة الثالثة، بطولة المنطقة، ودي مهمة. وهتجد إيه بقى الثلاث ماتشات اللي فاتوا؟ قوام الفريق معظمه من الناشئين. معظمه من الناشئين، وفي عناصر بسم الله ما شاء الله مميزة جدا. اللي مزعلني إن إمكانيات هذا الفريق تتيح له أن يكون محتكرا لكل البطولات. الفريق بتاعنا ده. ولكن الإصابات اللعينة الغريبة الموسم الماضي أنهكته. أنت لما تشوف يعني مثلا الزمالك، وهو موسم يعني يعتبر استثناء، النادي الزمالك كسب أفريقيا وكسب الدوري. طيب الأهلي والزمالك اتقابلوا 4 مرات، والمرة الخامسة اتلغت في ملعب الزمالك نتيجة عدم الالتزام بالنظام العام للاتحاد. النتائج في المرتبط مثلا اللي هي البطولة اللي استهلها النادي الأهلي بعنفوانه وكسب هذه البطولة، كسب الزمالك 2 مرات، 17-12 كسب 91-86 و 17-12 و 19-12 62-59، يعني كسب الزمالك 2 مرات في شهر 12. في الدوري الممتاز لاعب الزمالك في الدور الاولاني كسب 112-106. المباراة الثانية اللي كانت على ملعب الزمالك اتلغت واتحسبت للنادي الاهلي. في كاس مصر الاهلي كسب، لا ده الزمالك، لا اسف، اول ماتش في 17 الاهلي كسب 91-68، ثاني ماتش في 19 الزمالك كسب 62-59 الاهلي كسب في الدوري الممتاز 112-106، والمباراه الثانيه كسبها بالانسحاب. وفي كاس مصر اللي هي في 27/4 الاهلي كسب الزمالك 85-80. اذا الاهلي كسب 3 مرات، 4 مرات، مره بالانسحاب و3 مرات، والزمالك كسب مره، في احسن موسم للزمالك، وموسم لا يعتبر جيد للاهلي نظرا للاصابات الكثيره جدا. والاهلي ضاع منه بطوله امام الاتحاد السكندري في مباراه حاسمه، كانت سنجل باسكت والاهلي له 2 شوط وفاضل ثانيه، لو جابهم النادي الاهلي يشيل البطوله الثانيه بعد المرتبط على طول. ضيعهم النادي الاهلي الرميتين. ده في كره السله. كره اليد، عايز اتكلم على كره اليد لان كره اليد شهدت من الغرائب الاداريه والتحيز السافر من اتحاد اللعبه ضد النادي الاهلي بامر غير الاتحاد السابق، الاتحاد السابق اللي تم حله بعد المطور. بقياده هشام نصر، الكابتن هشام نصر. النادي الاهلي كان بيتكلف لعيب اسمه قداح، حسن قداح. هذا اللاعب كان وقتها بيلعب كاس العالم للناشئين، وانا كنت بتفاوض عليه قبل ما نوصل للمباراه النهائيه مع نادي الشمس. ابتدوا ب1.5 مليون، وكل ما نكسب دور يزودوا نص، سعره بيزيد، لحد ما وصلنا ان قالوا لنا طب ادفعوا 2.5 ونخلص. وافقنا، فلعبنا الفاينل وقداح خد هداف البطوله، هداف البطوله. نادي الشمس رئيسه حبيبك اسامه ابو زيد، وهو رجل زملكاوي، أي، ولكنه التزم بكلامه معي وقال لي خلاص احنا متفقين، بس هنزود ل3 مليون. قلت له انت كل يوم بتزود 3 مليون؟ ابعت لي جواب قول لي لو دفعت لي 3 مليون وجبت لي الشيك اللعيب بتاعك. راح بعت لي جواب
في نفس اليوم رحت مطلع الشيك وراح عمر شوقي سكرتير اللعبة قعد هناك فوق من 6 ساعات والشيك ما بيتسلمش. ايه اللي حصل في الوقت ده؟ اتحاد اللعبة قال له هولد، لا مش هيروح النادي الاهلي. علق الامر، علق الامر ازاي؟ ده انا طلعت، ده انا اتفقت، ده انا عملت. قالوا له لا، الاتحاد هو اللي بيوجه اللعيبه الدوليين. الله 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 الله. واستنوا لحد ما الكابتن حسين زكي مدرب المنتخب مصور للاعب رغبه، مع ان احنا كنا واخدين رغبته ورغبه اسرته انه يجي النادي الاهلي. بالفيديو في اوضه اللاعب بعد المباراه مباشره، هو في المنتخب في هناك بعد المباراه مباشره في اوضته، راحوا له صوروه. الجهاز الفني والاداري للمنتخب بيصور رغبه لاعب انه عايز يروح الزمالك ويبعتها للزمالك، فرفض اتحاد الكوره ونقل اللاعب الى نادي الزمالك بقرار. ونادي الشمس ما خدش فلوسه ساعتها اللي كان شيك الاهلي عنده، ها بالكامل، ودفع بعد كده الله اعلم بالتقسيط ولا ازاي. واتعين الكابتن حسين زكي مدرب المنتخب مدربا لنادي الزمالك. بالله عليكم يا جماهير الاهلي يا اللي زعلانين من فرقتكم، كل اللعيبه المميزه اللي الاهلي حب يجيبها ما عرفش يجيبها، بالعكس اللعيبه بقت تنتقى وتروح نادي الزمالك لما عملوا الفرقه اللي هي تستطيع ان تنافس وتتفوق بقدر من الخبرات اللي موجوده، اللي هي اللحظات الاخيره، خبرات الثواني الاخيره. ويتكرر الامر، وانت كدت تقترب هذا الموسم من سيف الدرع اخو يحيى، في اللحظات الاخيره راح نادي الزمالك، ربما اختار يروح مع اخوه، ربما جاله عرض افضل. لكن انا بقول لك لا يحدث هذا في اي حته. لا يحدث هذا. فمن فضلكم يا جماهير الاهلي كفاكم قسوه، فرقتكم دي كلها تحت من 23 و24 وانت نازل. فرقه المستقبل عايزه الدعم مش عايزه الهجوم. انت خسرت باخطاء، يعني انا شفت الماتش، ضربة جزاء فؤاد حاسم، 2 فاست بريك او 3 فاست بريك، انت رايح تجيب جون، الخبرة بقى تتحول الى لعب فردي بدل ما يطلع للوينج او يخش يعمل فاول مهاجم. اتقلبت النتيجة لحد ما جه الكورة الحاسمة وانت 27-27 بهذا الفاول الواضح. اللي الصورة هتشوفوها حضراتكم الشد من الفانيلا واضح في الاتجاه بتاع اللعبة، اهي ادي احمد الاحمر وهو شادد الفانيلا اهو، منتهى الفير بلاي. منتهى الفير بلاي. طيب انت لما تاخد تايم اوت يا استاذ ابراهيم بتدي تعليمات لفرقتك. في الاخر 4 ثواني الزمالك عمل وقت مستقطع. ايوه اتفقوا على اللعبه دي. ايوه في المره الاولى استطاع لاعب النادي الاهلي ان يحول دون تقدم الدرع، وكان ينبغي تتكرر نفس الطريقه الدفاعيه، ولكن كان اخر ثانيه. كان ابراهيم المصري احسن مدافع في مصر. أيوة. طالع يتصدى، شوف الكوره معديه فين، ها امام قبضه يده. يعني لو هو في الوضع الطبيعي كان هيشيلها، هو واقف. ورغم كده خلاص كسب الزمالك. والحقيقه يعني حتى المباراه بعيدا عن هذه اللقطه كان فيها جوانب مضيئه رائعه جدا لصالح الرياضه، لانه لقطه ان اللعيبه مع بعض في الملعب علاقتهم كويسه جدا جدا، الاجواء بتاعه المباراه على قد حماستها وعلى قد قوتها والنديه اللي فيها، لا فيها روح رياضيه عاليه، فيها احترام بين الفرقتين، في علاقه كويسه جدا. كل اللي انا سمعته من لعيبه الزمالك حتى هم بيتكلموا على لعيبه الاهلي، في احترام شديد جدا وفي علاقة طيبة جدا يجب الاهتمام بيها ويجب البناء عليها ويجب الاستفادة منها في كل الألعاب المتنافسة، في كل الألعاب، لأنه الحقيقة كرة اليد مع الانضباط ومع هذا الجو الرياضي بجد واصلين للمستوى العالي جدا على سبيل أو في مستوى المنتخبات. أما ما يتعلق بهذا الموسم وإنتاج الأهلي فيه عشان الجمهور تصور، أنا بس عايز، أنت لمست نقطة وكنت انا متفائل ومبسوط. الفرقتين صلوا العشاء مع بعض في ارض الملعب ولا المغرب، يعني
صلوا في ارض الملعب اعتقد العشاء. وقلت حاجه حلوه جدا والروح الرياضيه هايله. مين اللي افسد الكلام؟ ها؟ الناس اللي ابتدت تاخد من النتيجه عشان تحفل برضه. وهم مسؤولين اعلاميين يعني بارزين. ايوه. ها؟ طب ما انت لما هتحفل هتدي فرصه لغيرك يرد عليك، امال هيتعمل لك ايه؟ بالظبط. مفيش مسؤوليه يا استاذ ابراهيم. بالظبط. مفيش مسؤوليه. هنبتدي بقى نرد. ومش معقول انت هتلتزم وغيرك مش ملتزم. فاحنا بنرد بالوقائع. ايوه. المباراه كانت قويه. فيها بعض الاخطاء في الاوقات الحاسمه، لكن تخللها اجمل شيء في هذه المباراه كان الروح الرياضيه بين الفريقين. هايله هايله. يعني نتمنى ان تسود، وعايزين جماهيرنا بس ايه تقف جنب فرقها شويه. الصوره ما هياش بالشكل اللي مضايقكم قوي دي. على فكره دليل الانهيار بتاع كره اليد للاهلي السنه دي، لانه دي كانت نغمه بعد هذه المباراه. عارفين دليل الانهيار ايه؟ هو ايه البطولات اللي الاهلي والزمالك لعبوا فيها السنه دي؟ الزمالك في الهاندبول فرقه قويه جدا، والاهلي فرقه قويه جدا، لكن حصادهم الموسم ده ايه؟ هنلاقي في الدوري الاهلي كان الثاني، الزمالك كان الاول. الكاس الاهلي الاول والزمالك الثاني. هتقول لي بطوله الدوري اهم من بطوله الكاس، اقول لك بطوله الدوري اهم من بطوله الكاس، يبقى الزمالك له افضليه. لانه طلع الاول في الدوري وطلع الثاني في الكاس. الاهلي طلع الاول في الكاس وطلع الثاني في الدوري، كده الزمالك يسبق. طيب في افريقيا اتلعبت بطولتين، بطوله سوبر من مباراه واحده، من مباراه واحده بل من شوطه واحده، يعني نشئتوا الدقه شويه. واتلعبت بطوله افريقيا كاس الكؤوس اللي الاهلي شارك فيها في المغرب، الزمالك ما شاركش والاهلي طلع الاول. إذن الأهلي بطل كأس الكؤوس الأفريقية، والزمالك بطل كأس السوبر. في قسمة عادلة أكتر من كده؟ ده اللي أنا قلته. يعني إذا اعتبرت إن الدوري أهم من الكأس، خلاص يا سيدي هتعتبر كأس أفريقيا أهم من مباراة واحدة في كأس السوبر. يبقى فين الانهيار؟ لكن هي دايماً وأبداً. ده اللي أنا بقوله، أنت نفس النتائج دي، أنت معتبر إن عندك فريقك خذلك. أيوه. والمنافس بيعتبر ان ده فريق اسطوري. ايوه. ما هو المعيار هنا، ولذلك انا اتحدث مع جماهيرنا الحقيقه. ايوه. يعني انا هنا خلاص جماهير الزمالك من حقها ان تفخر بما حققته، واحنا كمان عندها فريق محترم. واحنا كمان بالزبط. عندنا فريق محترم طبعا. استاذ ابراهيم. صحيح صحيح. شيء من الخبرات، شيء من الانصاف، هتاخد حقك. الطايره، ما دمنا نتكلم المهندس عدلي على السله وعلى اليد وعلى الطايره. الطايره وللاهلي يعني تفوق كاسح فيها، طبعا كل ده ما حدش جاب سيره البنات. لانه معظم او كل الالعاب في العاب الصالات بنات الاهلي ما شاء الله، طايره سله يد الاهلي عنده تفوق كبير جدا، وفي بعض الالعاب الزمالك مش ممثل فيهم على المستوى البطولي بدرجه كافيه. لكن في الكره الطايره الاهلي فاز على الزمالك 3-0، ده يوم 22 مارس. ويوم 2/6 الاهلي فاز على الزمالك برضه 3-0 في الدوري. في الكاس الزمالك فاز على الاهلي 3-2 في 18/6. يعني لقاءاتهم السنه دي ثلاث لقاءات، الاهلي فاز مرتين والزمالك فاز مره. على فكره اجواء التنافس والنديه دي كويسه قوي. يعني الحاله الرياضيه لما فيها اهل وزمالك بالقيمه دي والنديه دي، ده كويس، ده لصالح الرياضه. لو ما فيش اهل وزمالك بالتقل الكبير ده، ما كانش هيبقى فيه منتخب يد قوي. ومنتخب الطايره نفس الحكايه، ومنتخب السله نفس الحكايه. دول فرقتين او دول ناديين مهمين جدا للمنتخبات الوطنيه، بس ازاي تقدروا تحافظوا عليهم؟ وازاي نقدر نحافظ على هذه العلاقه الرياضيه المحترمه بين الناديين؟ ازاي نقدر نشوف لقطه كره اليد ده النموذج المعتمد في كل المنافسات؟ ازاي اعلامنا الرياضي يتعامل بقدر من العداله في التعامل مع كل هذه الانديه؟ ازاي كل البرامج التوك شو اللي الساده المذيعين بيتحولوا الى مشجعين يفضلوا يحتفلوا ويهيصوا ويسقفوا وهم مش، يعني ده ما بيحصلش مع فريق بيحقق بطوله قاريه او يفوز لمصر بثالث العالم. انت لما تشوف ال 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 الكابتن شيكابالا اللي هو كان اللغط كله الفتره اللي فاتت، ايوه، دون ان يستفزه احد من النادي الاهلي خالص، وهو يشيء النادي الاهلي عند الفوز ببطوله السوبر، وهو يحدث مشكله في صاله الزمالك في كره السله،
كان مجهزا ان يذهب فور فوز الزمالك بفانيلا معدة، يعني مش وليدة الصدفة 7-1 ويروح يحفل ويروح يعمل. يا جماعة طبيعي انك انت بتحب ناديك، انت بتحب الفرق الرياضية، روح يا سيدي احتفل. لكن منع من اللجنة المنظمة للاتحاد الافريقي في هذه المباراة عشان ما تحضر، كانوا عارفين ان مسألة التحفيل معدة لها مسبقا، فمنع من حضور هذه المباراة ولو على سبيل الاحتفاء بعديها. فكان الاحتفال كالعادة بعد المباراة. هو احنا بنكسب ايه من المكايدة؟ المكايدة يا جماعة والله هتكون لصالح صاحب البطولات الأكثر ولا ايه؟ طبعا. ما هو انت اما تطلع تقول في 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 الدوري احنا وايه يتكرر الأمر، كابتن طارق السيد احنا لو في عدالة والفار فار ايه؟ هو في ظلم اكتر من الفار السنة دي؟ حسبة خسرانة، تعالوا نقعد نتحاسب. انت كسبت بالفار حقيقي، انت كسبت بالفار، لكن مفيش اظلم من الفار السنة دي على النادي الاهلي. فار ملون قوي. مفيش ارق منه معاك. لم يفز الاهلي في مباراة واحدة دون وجه حق. بينما خسر الكثير من المباريات دون وجه حق. وفزت بالكثير بمساعدة الفار. الجزء الشدة دي بتاعت الهاند بول في ماتش المصري البورسعيدي، الفار ادى ضرب الجزاء في الثانية الأخيرة ولم يرصد عمدا الشدة بتاعت لاعب المصري، كان فيها فاول قبل ضربة الجزاء اللي لمست يد يعني يختلف ويتفق عليها هي بنت ولا لا. لكن ان انك تديها ضربة جزاء عشان جيب الجون وصفر فاينل تكسب ماتش، ما هو ده نقل بطولة. الجون بتاعي في طلاع الجيش اللي ما حسبتهوليش، البنالتي بتاعي في الاسماعيلي اللي ما حسبتهوليش، الجون في البنك الاهلي ايمن ما حسبتهوليش. حسبت ضربة جزاء على نفس السياق ونفس من الفار اللي تجاهل لعبتي اداها لك في ماتش الانتاج ولا ماتش كان ماتش ايه؟ كان ماتش الانتاج غالبا وبيراميدز. بصوا يا جماعه، ما هي يعني حسبه الفار واحنا اعتقد اتكلمنا فيها كتير وجبنا لكم بالدليل بتاع خبراء التحكيم، خبراء التحكيم في قناه اون تايم سبورتس القناه الناقله للدوري، ازاي الفار تدخله بشكل مباشر اثر في ده. انا ليه بقول كده؟ خلاص يا سيدي كنا هنقبل انك كسبت وهتحتفل وبتاع ودنيا، يعني كل شويه ممكن تفقد بطوله لصالح حد طبيعي، ولو انك بتخسر بشكل مش طبيعي لكن زي بعضه. لكن تطلع نجومك تحفل وتلقح كلام، ما هو لو في عدل هنكسب على طول، ويطلع كابتن شيكابالا مع الاستاذ عمرو اديب يقول له السنه الجايه مش هنكسب الا لو تحققت، يعني ايه؟ يعني انت يوم ما تخسر ما فيش عداله. لكن اليوم ما تكسب بالطريقه دي هي دي العداله من وجهه نظرك. هنقول لك ما انت لو قلت كده هنرد عليك. صحيح. عايز تكسب بشكل طبيعي وتحتفل بشكل طبيعي هنفوتها، لكن هتقعد بقى تعمل لنا الحاجات دي هنتكلم طبعا. مش هنسكت طبعا، لان ده حق النادي الاهلي. وهنا دي مش تراشق يا جماعه، ده رد على كلام بيتقال في حق ضد النادي الاهلي فبيترد عليه. على فكرة بمناسبة كرة اليد وتأهل الزمالك للمشاركة في بطولة العالم اللي هتكون في السعودية الشهر الجاي إن شاء الله، هيواجه برشلونة. كل التوفيق لنادي الزمالك ولأي نادي يمثل مصر في أي بطولة خارجية، كل التوفيق لكل الأندية اللي بتشارك خارجيا، لأنه في النهاية ده لصالح سمعة وصورة الرياضة المصرية. بس كمان بنفكر إنه في بطولة العالم اللي أقيمت في مصر في 2007 كان النادي الأهلي في أعظم ترتيب لأندية مصر في كرة اليد، تاني العالم. الأهلي لو تفتكروا وقتها كان الأول سيوداد ريال الأسباني، كان لعب 4 ماتشات فاز في 4 وتعادل ما فيش، فاز ب 12 نقطة في النهاية. كان الأهلي هو كسب الأهلي في النهاية بالظبط، لعب 4 ماتشات فاز في 3 وخسر مباراة واحدة من سيوداد ريال، وجه الأهلي بالميدالية الفضية في المركز الثاني ب9 نقاط، وكان مولودية الجزائر في المركز الثالث. ده بطولة العالم
للأندية اللي أقيمت في مصر 2007. ده كرة اليد، وأتمنى الأمور تكون واضحة، وكل التحية لأسرة كرة اليد الحياة اللي عاملة لمصر هذا المستوى الرائع جدا، سواء على المستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، لأنه ده مستوى فعلا يستحق كل التحية والتقدير. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بأمارة إيه كلام تاني. أهلا بحضراتكم جديد. شفنا كرة اليد وشفنا ما حققته كل الألعاب هذا الموسم، لكن على ذكر الاحتفاء بقى والتكريم، بكرة إن شاء الله تعالى الأهلي في 8 مساء باستاد مختار التتش بيحتفل بتدشين النجمة 10 على شعاره. ودي احتفالية يا جماعة ليها طبيعة خاصة جدا. طبعا في الظروف الطبيعية الأهلي كان يتمنى أن كل جمهوره يبقى معاه، ولو فتحنا كل الاستادات ما شاء الله، بس كنا نتمنى أنه كل الجمهور يكون عنده فرصة للحضور. لكن لازم ناخد بالنا، الاحتفالية بهذه الطبيعة الخاصة جاية في توقيت أنه مبدئيا ظروف كورونا وظروف التباعد والإجراءات الاحترازية ومنع الانزحام والتكدس، فدي ظروف خاصة جدا. مدرج التتش القديم بيتهد، فالمنطقة نفسها فيها أعمال إعادة بناء وإنشاءات، فبالتالي مفيش فرصة ومفيش مكان يقدر يستوعب حتى عدد كافي من السادة الأعضاء. فالحفلة قاصرة على حضور السادة أعضاء مجالس إدارة النادي، سواء المجلس السابق المجلس الحالي أو المجالس السابقة، السادة الرعاة شركاء النادي، لأن دول كمان شركاء النادي في كل مسيرته على مدار الدورة كاملة، بالإضافة إلى اللاعبين ونجوم كرة القدم من أبناء النادي اللي المفروض يكونوا موجودين مع أسرة الكرة في تدشين النجمة 10 في هذه المناسبة اللي قلت لكم ليها طبيعة خاصة، جاية في توقيت، جاية في ظروف، جاية في منطقة فيها إنشاءات. فنتمنى إن شاء الله تعالى إنه الظروف تسمح في المرات اللي جاية إنه الأهلي يحتفي واحتفل بأكبر عدد من أعضائه وجماهيره كمان. لكن هو الأهلي بيحتفل دلوقتي ليه؟ ليه؟ زميلنا العزيز الأستاذ محمد شبانة النهاردة في الراديو قال تفسير تاني خالص، نشوف. سين سؤال، لماذا يحتفل الأهلي ببطولة إفريقيا الآن؟ ده سؤال يعني بفاجئك بيه، يعني اللي هو أنت ممكن مش واخد بالك. يعني جيم حتى يخطف الأضواء من انتصار الزمالك بالدوري. طب سين، وهل هذه مصادفة ولا كان مدروس؟ جيم طبعا مدروس، يعني مش محتاجة، طالما الأهلي تعرف إنه مدروس على طول. طب سين دليلك إيه؟ جيم إنه الكلام ده اتقال في الملعب بتاع الجونة في آخر ماتش في الدوري. يعني لو الأهلي كان بيجهز لحفلة أو بعد انتصار أفريقيا عايز يعمل حفلة كبيرة كان قال تاني يوم الكاس مثلا أو يوم الكاس، مش كده برضو؟ يوم ما كسبوا 3 كايزر تشيفز كان ممكن الأهلي يقول، أو تاني يوم يقول، أو تالت يوم يقول، أو خامس يوم يقول، أو رابع يوم يقول، في زهوة فرحة أفريقيا نحن سنجهز لحفل ضخم وكبير وبلا بلا بلا مثلا. يعني أكيد الأهلي ما صحيش من النوم فجأة افتكر إن كان كسبان بطولة أفريقيا، بس هي الفكرة كيف تسحب البساط من الآخر حتى لو الآخر تفوق عليك في بطولة. هو الأهلي متفوق طول الوقت، ولأن الأهلي متعود على البطولات وعلى التفوق فما بيعملش من الحبة قبة، يعني يكسب البطولة خلاص يخش في الموضوع وينسى، يعني يدوب بالليل يكلمه شوية تاني يوم تبص تلاقيه دخل في الماتش التاني أو دخل في الموضوع التاني أو معسكر، والموضوع إيه بيمشي كده. إنما الزمالك لما كسب الدوري لأنها بعد غياب وبعد شوقة زي ما بيقولوا، فتعمت مش من الحبة قبة بقى، ده من الحبة قبب. فالأهلي لأنه ما عندوش حل غير أنه يسحب البساط إزاي، يعمل حفلة كبيرة، وده بقى سر حفلة بكرة اللي هتتعمل في استاد مختار التتش بالليل. الأهلي عمل حفلة خاصة بالاحتفال ببطولة أفريقيا، وعزم فيها ناس بقى أهلاوية وناس يعني محبين للنادي ورجال أعمال ورجال ميديا ورجال فن ونجوم كورة، وكل الكلام ده هيبقى بكرة في استاد مختار التتش. وكأنه ليس من حق الأهلي أن يحتفل ببطولاته، يعني كان يحتفل بيه أثناء الموسم يعني؟
وان احنا مش لاقيين وقت نتمرن ومش لاقيين وقت نلعب ماتشاتنا وعمالين ناجل وعمالين نضغط وعمالين نعمل نحتفل في هذه الظروف، طبيعي هنحتفل بعد الموسم يعني. وطبيعي ان في اخر مباراه الكابتن يعلن قصرنا معاكم رغم انفنا ولكن هنعمل لكم احتفاليه كبيره. انتوا الالقاب اللي عملتوها دي لم يسمح لنا بالاحتفال، ولم يكن من المناسب ولا اللائق انك تحتفل اثناء الموسم. طيب وكانك اكتفيت. فالمساله مساله تصدير ان انا بعملها برضو عشان ايه؟ وانا محتاج ان انا اقول ان انا عندي خمس بطولات وهعمل احتفال. يا استاذ محمد وهو رجل يعني انا بيعجبني يقول لك ايه، ما انتوا بطولاتكم كتير وعشان كده ما بتحتفلوش، والزمالك ما البطوله عشان كده. نسمع صديقك العزيز الدكتور سعد شلبي هو على الهوا على الهاتف. ما بعملهاش غير للغالي يا دكتور. اقطع كلام سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عادل. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الف مبروك الاحتفائيه بتتشين النجمه العاشره، ويا ريت تقول لنا اجواءها ايه وظروفها ايه بقى. يعني في الحقيقه احنا احتفال بتتشين النجمه العاشره العلامه التجاريه للنادي الاهلي ده ضمن الاجراءات التسجيل لدى مكتب اداره العلامات التجاريه في مصر العربيه. طبعا بيبقى له عائد مادي على كل الشؤون بتاعت النادي بتقوم على العلامه التجاريه. انتهاك للعلامه التجاريه كان منتجات في بعض الجهات بتبيعها بدون ترخيص من النادي الاهلي بادعاء ان هي في تغيير شكل العلامه. فالنادي الاهلي طول عمره من يوم ما فاز بالبطوله الاولانيه البطوله الافريقيه بيحط النجمه، وبالتالي بيسجل كل ده في اجراءات اداره العلامات التجاريه اللي دكتور يا ريت تتحرك في مكانك شويه، تغير المكان عشان التليفون والشبكه بس. سامعني كده؟ اتفضل. تمام. فده بالنسبه لنا ايرادات كتير جدا بالنسبه انا لا الصوت برضه الرعاه. الصوت يا دكتور يا ريت تقف في مكان الشبكه تكون اوضح شويه. سامعني كويس؟ لا لسه الصوت عامل برضه. اتفضل يا دكتور، اتفضل اتكلم. طيب الامور بدات لها سوق في العالم كله. يمكن هنعاود الاتصال بالدكتور سعد يكون في مكان انسب شويه للشبكه، لكن هو بيتحدث عن كيف ان هذه النجمه العاشره يا باشمهندس ليها تاثير على القيمه. انا بس عايز اخلص الحته بتاعت الشبكه عشان وسأل هل دي معموله عشان تغطي على احتفالات الزمالك؟ هو يا دكتور سعد يا استاذ محمد لو الاهلي كان كسب الدوري ما كانش هيعمل هذا الايفنت او هذا التدشين. طبعا كان هيتعمل لانه كان حديث ده من اول السنه والكلام بيتقال، عايزين نلاقي الوقت المناسب نعمل هذا الكلام يعني. فهي مش محتاج ترد بيه على حد يعني. وبعدين احنا بنعملها فين؟ ده احنا بنعملها جوه بيتنا. ده الناس زعلانه ان احنا ما رحناش عملناها في استاد كبير ودعينا الجماهير و لانه في الوقت ده كنا ربما الاجراءات تعطلنا ما نلحقش نعمل هذا التدشين، لانه كان هيحتاج بقى موافقات وسواء من استاد القاهره او يو السلام او اي استاد هتعمله فيها، وكان هيحتاج موافقات اخرى صحيه وامنيه و يعني ربما كنا استغرقنا الوقت ودخلنا في الموسم الجديد ما كناش هنلحق. فجماهيرنا يجب يعني ان تسعد بناديها وتفرح بيها، وخصوصا الايفنت متذاع، عشرات الملايين هيتفرجوا في بيوتهم ويشاركوا الاهلي هذه الاحتفاليه ويتمتعوا بيها، ومفيش حاجه يا اخوانا هتخلي جمهور الاهلي ما احتفلش بفرقته ابدا. ودي التغطيه الكبيره اللي هتستمتعوا بيها ان شاء الله من خلال شاشه قناه الاهلي من بدايه الحفل وقبله لنهايته، لكن ترتيبات الحفل ايه؟ رجع لنا الدكتور سعد شلبي. يا دكتور اتفضل. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا كابتن عدلي. مره ثانيه في الحقيقه زي ما بقول لحضرتك، وهو الحفل طبعا تشكيل النجمه العاشره، وده واحد من الحاجات المهمه جدا في عمليات التسويق بالنسبه للنادي الاهلي، سواء كانت الرعايه سواء كانت حقوق بث نفسها. الناس بتستغرب يعني ايه تشكيل النجمه العاشره وحقوق البث،
لان القنوات الناقله ايضا هي بتبث عن طريق علامه تجاريه، وبالتالي احنا حريصين على عمليه التطوير دي للعلامه التجاريه لحاجات كثيره، حمايه حقوق الرعاه داخل السوق، حمايه حقوق النادي الاهلي، حمايه الشركاء التجاريين كلها سواء كان الاهلي ستورز او مبيعات الملابس الرسميه للفريق الاول، فكلها بتبقى مبنيه على التطوير اللي بيحصل في العلامه التجاريه. عشان كده احنا بنعمل الحفل ده لانه واحد من الحفلات المهمه في تاريخ التسويق بالنسبه للنادي الاهلي، ده رقم واحد. في الحقيقه كمان الحفل في الحقيقه بيحضروا مجموعه من القيادات الرياضيه المهمه داخل صناعه الرياضه المصريه وتحديدا كره القدم، بالاضافه الى مجلس اداره النادي الاهلي ومجالس الاداره السابقه، بالاضافه الى بعض القيادات. وفي الحقيقه احنا كنا نتمنى طبعا ان تبقى عندنا مساحه لجمهور النادي الاهلي، لكن احنا كنا حريصين ان جمهور النادي الاهلي يتابع هذا الحفل من خلال قناة النادي الأهلي، هيبقى في متابعة حية لكل فعاليات الحفل من خلال القناة، وده يمكن الشيء اللي خلانا نبقى يعني متواصلين مع جمهور النادي الأهلي عبر قناة النادي الأهلي ليتابعوا كل فعاليات الحفل إن شاء الله. الحفل بيشمل مجموعة من البرامج أيضا، وبيشمل تكريم بعض الرموز الكبيرة في تاريخ النادي الأهلي، طبعا موجود كابتن محرم الراغب بتاريخه الرياضي العريق، والكابتن عز القيعد أيضا بتاريخه مع تاريخه الإداري وعطاء الإداري اللي امتد السنوات تمتد ل 50 سنة في الحقيقة. وأيضا هتحضر اللاعبة جيانا الحاصلة على الميدالية البرونزية ليكون لها أيضا مفاجأة داخل هذا الحفل. الحفل أيضا بيتضمن مجموعة من الحاجات اللي هتبقى تاريخية في حياة النادي الأهلي وحياة أيضا رياضي كرة القدم، رياضي كرة القدم بالنسبة لفريق النادي الأهلي، لأن هيبقى في حاجة تاريخية نادرة جدا إن شاء الله في الحفل. وكل جماهيرنا ان شاء الله هتتابعوا عبر قناه النادي الاهلي ببث مباشر ان شاء الله، وحفل هيكون يليق باطلاق النجمه العاشرة، وايضا يليق ايضا بقيمه ومكانه النادي الاهلي. تمام يا دكتور، اذا مفاجات الحفله كبيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب دكتور، وحضرتك بتتكلم على الحقوق التسويقيه للنادي الاهلي الحقيقه والاهلي ستورز، لعلك تابعت اللي كان صديقنا العزيز الأستاذ محمد القوصي والأستاذ أحمد الخضري في قناتهم على اليوتيوب فجروا حاجة خطيرة جدا، وهي وجود بعض المواقع في أوروبا، يمكن موجودة في لندن وفي باريس، بتبيع شعار النادي الأهلي، فانيلة النادي الأهلي، الكوفية الخاصة بالنادي الأهلي وكل أدوات النادي الأهلي وعليها الشعار. يمكن هتشوف بعض هذه الـ 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 الأدوات عليها شعار النادي الأهلي ومسعرة، يعني حتى الموقع مسعرها بحيث انه يبدا يبيع بالديجيتال ماركتنج لحول العالم. فين حقوق النادي في ده وراي حضرتك ايه؟ يعني خلينا نقول ان انتهاك العلامات التجاريه على مستوى العالم دي ظاهره موجوده في كل دول العالم، يعني خلينا اقول لحضرتك رقم كده بسرعه. الولايات المتحده اللي هي يعني الملكيه الفكريه محميه فيها مستويات عاليه من الدقه، بينتج من انتهاك العلامات التجاريه الرياضيه في حدود 200 مليار دولار سنويا. 200 مليار دولار سنويا، وده بقى بيعكس قيمه حفل النادي الاهلي، يعني بيعكس قيمه حفل النادي الاهلي، لان التطوير اللي بيحصل للعلامه التجاريه وتسجلها في مكتب اداره العلامات التجاريه هو ده اللي يقدر يمكنك انك يخليك تدافع عن حقوقك. ويمكن في وجود الكابتن عادلي ايضا انا يمكن قلت كررت الكلام ده اكثر من مره، ان احنا بنتخذ كل الاجراءات القانونيه ضد انتهاك العلامات التجاريه للنادي الاهلي وحطتنا على غرامات. وايضا الموقع اللي حضرتك ذكرته تفضلت بيه مشكورا زملاء الافاضل الاستاذ القوصي والاستاذ احمد الخضري تفضلوا بيه مشكورين، احنا بدانا فعلا في اتخاذ الاجراءات القانونيه لمتابعه المواقع دي. وعشان كده النادي الاهلي كمان خد خطوه استباقيه، في خلال 15 يوم هيظهر الستورز الرسمي بتاع النادي الاهلي اونلاين، يعني احنا مش هنعمل ستور فيزيكال عادي موجود على الارض، لا احنا هنعمله اونلاين عشان نواجه الانتهاكات اللي موجوده وخاصه في الاسواق البعيده عشان نقدر نوصل لها. يمكن الستورز اللي احنا هنطلقه في خلال ال 15 يوم القادمه ان شاء الله ده هيقدر يوصل المنتجات دي لاوروبا، طول ما الزبون بتاعك انت بتقدر توصل له في اي مكان ده اكيد بيواجه الانتهاكات اللي موجوده. التطوير اللي احنا بنعمله بكره ان شاء الله باطلاق النجمه العاشره وبتسجله في مكتب العلامات التجاريه ده بيحمي لك ايضا العلامه وبتقدر ايضا تطورها وتطرح عليها منتجات جديده، وبالتالي انت بتواجه عمليات التزوير اللي بتحصل للعلامه التجاريه بتاعتك. فاحنا خدنا النهارده اجراءات قانونيه ضد الموقع ده
الحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله في خلال 15 يوم هنطلق الستورز الاونلاين بحيث ان كل الجماهير اللي موجوده في اوروبا واللي موجوده في الولايات المتحده واللي موجوده في السوق العربي تستطيع ان هي تشتري العلامات الرسميه بتاعت النادي الاهلي، وتستطيع ان هي تسدد وهي موجوده اونلاين، وتستطيع ان هي تستلم منتجاتها في اماكنها دون اي معاناه. وبالتالي دي واحده هتبقى من الخطوات المهمه اللي هتواجه عمليات الكمين التسويق اللي بتحصل على علامتنا التجاريه. نعمله بكره هو ده، بنسجل العلامه. وعلى فكره احنا عندنا 14 تسجيل للعلامه التجاريه، لان العلامه التجاريه بتاعتنا حصل فيها 14 تطوير حصل على مدار تاريخ العلامه، فاحنا كل ده مسجلينه في حقول الملكيه الفكريه، وده بيساعدنا. ويمكن الكابتن عدلي يتذكر ان احنا اخذنا من بعض المحلات اللي كانت بتدور على النادي الاهلي، اخذنا اكثر من 1,200,000 غرامه، اخذنا 7,000 تيشيرت وحفظنا عليهم في بعض المراكز التجاريه اللي كانت بتدور. دي كلها ده في ناس يا دكتور سعد اتحكم عليهم بالسجن حمايه علامتهم، وبيواجه هذا الاختراق الكبير جدا. دكتور سعد، يعني الصوت يا كابتن عادل انا سامعه بعد اذنك. بقول يا دكتور، يعني مش من الوارد ان احنا نفكر بعد ما ناخد حقوقنا وناكدها مع هذه المواقع ان احنا نتعاون مع الجادين منهم ويبقى في حقوق للنادي الاهلي ويسمح لهم بالتسويق اذا كان عندهم قدرات تسويقيه كبيره واذرع مثلا منتشره؟ يعني هل ده وارد ولا يعني احنا هناخد اجراء ان اي حد يعني يبقى كله من خلال النادي الاهلي فقط؟ يعني خليني يا كابتن عدلي اخد من كلام حضرتك واطمن حضرتك، انت بتاكد على مجموعه من المعاني ليه بيحصل عمليات الانتهاك للعلامه التجاريه، ان هم عندهم منافذ توزيع كبيره منتشره في كل المعموره، وبالتالي بيقدروا يوصلوا البضاعه بتاعتك للزبائن اللي محتاجاها، لان جمهورك عريض كبير موجود في كل ارجاء القاره، موجود جمهور اهلي في اوروبا، موجود جمهور اهلي في الدول العربيه، موجود جمهور اهلي في جنوب افريقيا، موجود جمهور اهلي في افريقيا، كل ارجاء القاره، موجود كمان في الكره المصريه وفي المدن المصريه مش عارف يوصل للمنتجات بتاعتك. احنا كنا حريصين واحنا بنعمل العقد بتاعنا من المره دي نختار واحده من اقوى الشركات اللي بتشتغل ولها منافذ توزيع موجوده في كل ارجاء المعموره تقدر توصل لك المنتج. فاحنا مش ما عدناش محتاجين نشتغل مع الناس دي، لانها اولا هي بتنتهك حقوق الملكيه بتاعتنا، وبالتالي هي شركات غير مرخص فيها. فاحنا عندنا الشركات المرخص فيها بهذا العمل اللي بتمتلك مهنيه وحرفيه في هذا المجال ايضا، اللي تقدر توصل للعميل المنتج بتاعته بطريقه امنه وسليمه، وايضا لو عنده رغبه في استرجاع المنتج ده كمان احنا بقينا حريصين عليه. وبتشتغل دلوقتي التعاقد الجديد بتاعنا ان شاء الله اللي انا قلت لحضرتك هينطلق في خلال 15 يوم، بنشتغل مع كبريات الشركات، مش عايز اقولها على الهواء ده عشان ما يعدش بشكل اعلان، من كبريات الشركات المسؤوله عن توصيل المنتجات، وبتشتغل مع كبريات المواقع اللي هي الاونلاين ماركت بتبيع دلوقتي. فاحنا في الحقيقه ما عدناش هنحتاج الاطراف اللي بتنتهك اللي بتعمل القرصنه دي، ما عدناش هنحتاج لها، لان ان شاء الله هنقدر نوصل لكل جماهير النادي الاهلي في كل ارجاء المعمول. اللي في اوروبا عايز او عايز قطعه واحده هتوصل له لحده وبسعر اقل وبتحمل العلامه الرسميه للنادي الاهلي. وهنا كمان انا بناشد من خلال قناه النادي الاهلي، بناشد كل جمهور النادي الاهلي العظيم اللي موجود في كل مكان لم يعد في حاجه الى اي موقع اخر غير الموقع الرسمي للنادي الاهلي، في خلال 15 يوم ياخذ كل اللي هو عايزه من خلال هذا الموقع. وهنا هو ده يبقى جمهور النادي الاهلي بيساند عمليات التسويق في النادي الاهلي، بيشتري منتجاته من النادي الاهلي، بيقدر يساهم في عمليه ان الاهلي يفضل في المقدمه دائما. دكتور سعد، لا ينبئك مثل خبير، طمنتنا والشكر الوفير لحضرتك. شكرا جزيلا للدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي، اللي اكد لكم على انه حفل بكره ان شاء الله تعالى لتدشين النجمه العاشره، حفل ذات طبيعه خاصه جدا له ظروف خاصه، مهم جدا حضور الرعاه فيه لان هم شركاء النادي الاهلي في مسيرته، بالاضافه الى مجالس الادارات او مجالس الاداره السابقه في النادي مع نجوم كره القدم ولاعبي هذا الجيل. باذن الله يحظى بمتابعه الملايين ويعمل رقم قياسي في المتابعه. والقناه بقى يعني مش هتشوف الاهلي وهتحتفي بنجمته العاشره الا من خلال شاشه الاهلي قبل بدايه الحفل ان شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس تانية هتتمسك من عظمة لسانها.
اهلا بحضراتكم من جديد. لسه يا دوب صفقات الاهلي الجديده ما شاء الله عليها، يعني تاتش وود ما بداوش ينزلوا الملعب حتى بدا القر والكلام الكتير حوالين الاهلي جاب اللعيبه بكام، لدرجه انه بيرسي تاو اتعور، عنده مزق، عنده شد، المهم في اصابه في العضله الخلفيه. هل في حد يضمن لاي لاعب كوره ما يجيلوش شد او ما يجيلوش مزق؟ هنسمع الكابتن مجدي عبد الغني وهو لاعب كوره كبير ومؤكد انه ياما اصيب وياما جاله شد سواء في الاهلي او في المنتخب او في بيراميدز. بصراحه مجدي ما كانش بيجيله شد الا اذا كان هو استثناء ما كانش بيجيله، لكن في لاعب كوره بتجيبه بشهاده ضمان. بيرسي تاو اتعور، مجدي عبد الغني قال ايه؟ تعليق على خبر جالي دلوقتي وهو ان بيرسي تاو اتعور في العضله الضامه. قلت احنا بنمضي ليه 4 سنين؟ ليه بنمضي 4 سنين و5 سنين مع لعيبه ما نعرفهاش؟ قال لك اصل ده كان لعيب كويس ايام ما كان موسيماني بيدرب. قلت لهم اللعيب بيتغير من سنه لسنه. ما لعبش، هتلاقيه السنه ديت اللي ما لعبش فيها دي ولا قعد سنتين هناك عشان ما يفسخوش معاه العقد. يعني هو مش جاهز ومش حمل الحمل. لا ده كلام مش، لا بس المفروض انك انت جايب واحد فت واقف على حيله ماضي معاه 4 سنين. يا جماعه يا جماعه نرجوكوا يا جماعه تسمعوا الكلام، حرام الفلوس اللي بتترمي في الارض دي، حرام والله، ادوها لحياه كريمه يا اخي. طيب هو احنا يعني هل ده فلوس بتترمي في الارض او اهدار عام؟ بيرسي تاو لعيب كل الناس اشادت بيه وبان امكانياته، ولعب في جنوب افريقيا ولعب قدامنا هنا في مصر مع منتخب جنوب افريقيا وجاي من الملعب. يعني هو مش جاي من كابتن مجدي عبد الغني بيقول لك ايه، هو يمكن بيتسو موسيماني جابه من ايام ما كان بيلعب، كنت تشوفوه دلوقتي عامل ايه؟ ده هو قال لك ممكن يكون مش واقف على حيله، ده واقف على حيله قوي. ده بيتسو ده بيرسي تاو شارك مع المنتخب يوم 3 ويوم 6/9. يعني بصوا ده بيشارك مع منتخب بلاده، مش كان بيلعب ايام ما كان بيتسو موسيماني بيدرب. يعني لعب زيمبابوي ولعب غانا، ده لعب زيمبابوي وغانا وجاب جون واتلغى. ده الاصابه اللي جات له يا كابتن مجدي جات له اثناء مباراه المنتخب، يعني هو اساسا التشخيص الطبي التشخيص ما بين الدكتور احمد ابو عبله مع الجهاز الطبي لجنوب افريقيا انه الراجل قبل المباراه كان جاله شد، حس بشد في الضمه، خد علاج او خد حقنه بالبلازما على اساس يلعب لانه ما كانوا محتاجينه في المباراه. لما رجع ودخل بدا يحس بالشد تاني، اتعملت له اشعه. لكن هل في لعيب، انما احنا نبدا بقى من الكلام من دلوقتي، بس في بس عشان ليه نحط ليه مدته 4 سنين؟ حط يعني اللعيب ده انت تعاقدت معاه وهيجي يعمل كشف طبي عشان ينخرط مع النادي الاهلي خلاص. انت جبته من الملعب اصيب في اخر مباراه قبل ان يركب الطائره الى مصر. خلاص اصابه جت في اللحظات الاخيره من ضمن سلسله سوء البخت اللي عمال يتعرض لها النادي الاهلي. لا لحق اتمرن ولا نقول ملاعب الكلام على اهدار المال ولا احمال خدع عندنا ولا لحق عمل حاجه. يعني لا، وبعدين نتكلم بقى في المزايدات. طب ما تدوا الفلوس لحياه كريمه. طب هو النادي الاهلي دوره اللي بيقدمه للبلد هو كل المنشآت دي لصالح مين؟ هي الرعاية الرياضية اللي بيقدمها الاهلي للالاف من الناشئين وابناء الاعضاء في مختلف الالعاب، مش ده دور مجتمعي مهم جدا يا كابتن؟ هو مين قال ان بيرسي تاو وكل اللعيبة اللي جت، وهو كابتن مجدي عبد الغني ادرى مني بالكلام ده، اي حد فيهم قبل ما يمضي عقد مؤكد اتعمل له ملف طبي وتم الكشف عليه كويس جدا، لكن هي في شهاده ضمان ان في لعيب مش هيجيله شد عضلي او مزق؟ حد يضمن دي في اللحظات الاخيره قبل ان يركب الطائره يا استاذ ابراهيم؟ يعني هو مش، وبعدين هو في الاخر يعني دي اصابه باذن الله تاخد لها شهر ويرجع الملعب بالزبط. باذن الله باذن الله يعني. انما لعيب كبير، لعيب كبير، لعيب كبير، وكلنا شفناه حتى في بطوله الامم الافريقيه اللي كانت هنا، اللي بيرسي تاو تألقه مع منتخب جنوب افريقيا تسبب انه مجلس الاداره اللي كان فيه كابتن مجدي كله يتحل. ده كان بيرسي تاو ساعتها.
فبالتالي لا الاهلي بيرمي فلوس في الارض ولا الاهلي اشترى لاعب مصاب، انما انه يصاب بشد او بمزق وهو موجود في النادي او بيلعب مع منتخب بلاده، فاعتقد دي مساله لا يمكن الوقوف عندها كتير. لكن الحقيقه حسين الشحات وواحد من اللعيبه المهمين جدا على ذكر ما تعرض له الاهلي، قال كلام مهم جدا على اسباب خساره الاهلي للدوري مع الكابتن كريم حسن شحاته. نشوف. ما شاء الله الاهلي عمل بطولات، خد كاس مصر السنه اللي فاتت، لعب كاس عالم وخد مركز ثالث، محقق الدوري، محقق دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، الاهلي خسر الدوري الدنيا اتقلبت. برونزيه كاس عالم برضه. ها؟ برونزيه ما انا بقول لك ثالث كاس عالم. فخسرت الدوري الدنيا اتقلبت والاهلاويه زعلانين جدا ان ازاي الاهلي يخسر الدوري. بص يعني هو في حاجه جمهور النادي الاهلي هو بيحبها واحنا بنحبها طبعا. جمهور الاهلي طماع في البطولات. واحنا كمان نفس الكلام. وارد ان انت ما تقدرش طبعا وارد كلها. وارد طبعا، بس هي النقطه فعلا هو جمهور الاهلي دايما كده عايز النادي الاهلي. يعني انا حسيت يا حسين ان ايه الدنيا اتقلبت. اكننا ما خدناش حاجه بالظبط. هي دي النقطه. امال الفرقه الثانيه تعمل ايه؟ ما انا بقول لك هي دي النقطه فين اللي هو جمهور الاهلي يعني دايما عشمان خير في اللعيبه كلها، اللي انت لازم تحقق بطولات كلها. احنا بنفرح ما انتوا بتكسبوا، واحنا بالظبط احنا نفس الكلام، احنا ما بنكسب الجمهور الاهلي بيبقى فرحان، احنا بنبقى فرحانين على فرحه طبعا. فهي دي هي دي جمهور النادي الاهلي. شايف ان اسباب خساره الاهلي للدوري السنه دي ايه؟ يمكن يعني هجيب احنا اللعيبه. ليه؟ يعني احنا قصرنا شويه. قصرتوا في بعض الماتشات؟ بعض الماتشات طبعا. ضيعتوا نقط كنت ممكن مباريات كتير احنا كنا ممكن نكسب فيها، تعادلنا وفي مباراه كنا بنكسب. ايه اسباب تاثير مثلا اجهاد؟ طبعا هو ده اللي انا اقصد، اللي هو مش اللي انا اقصده، اللي احنا مثلا احنا قاصدين ان احنا لا يعني ده يعني اجهاد اللعيبه كلها. احنا كنا بنلعب كل يومين كل يومين مثلا ثلاثه، وكان سفر كمان يعني. احنا جت اخر خمس ست ماتشات احنا مثلا لعبنا في القاهره في السلام، رحنا من السلام على اسكندريه، جينا من اسكندريه رحنا على السويس، رجعنا من السويس على اسكندريه، من اسكندريه جينا على القاهره، كل ده بنرجع القاهره طبعا. ايوه على القاهره قعدنا يوم، رحنا على الجونه ما تلحقش تريح، وكمان مشكله كمان يعني مستر موسيماني مش لاحق، مش عارف يمرننا. مش قادر تتمرن انت ما عندكش وقت. يعني الشجاعه انه يعترف بالتقصير، ها، رغم ان طبعا كان ممكن يطلع يقول والاجهاد و و و، انما هو رغم كل ده بصراحه لولا اخطاء ملهاش اي مبرر او لازمه كان ممكن الاهلي بسهوله جدا ياخد الدوري، رغم كل اللي بنقول عليه من اخطاء للفار، من اجهاد، من 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 من، لكن برضو قدرات الاهلي والدكه والروتيشن وكده كانت تسمح ان احنا نقدر نكسب الدوري ده. وتبقى هي دي قيمه الاهلي، يلعب ست بطولات يخسر واحدة ويفوز بخمسة الدنيا تتقلب والناس تزعل، لأنه دي قيمة الأهلي أن يكون البطل لأي بطولة يشارك فيها، وهي ديت جماهير النادي الأهلي اللي عايزة دايما وأبدا لا ترى فريقها إلا على منصة التتويج. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.